مرحبا يا معشر المطورين في فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون الأول في سلسلة تعلم الكوتلين. الكوتلين هذه اللغة التي عملت ضجة في عالم البرمجة بالنسبة للإندرويد. لماذا؟ لأن جوجل قد دعمتها كلغة برمجة من الصنف الأول في الإندرويد. We have never added a new programming language to Android, and today we're making Kotlin an officially supported language in Android. وبذلك يصبح لدينا ثلاث لغات يمكن أن نبرمج بها تطبيقات الإندرويد. نعم، ثلاثة، لدينا الجافا والسي بلس بلس، ولدينا أيضا الآن الكوتلين. أولا، قبل أن نبدأ يجب أن نشير إلى أنه لا توجد أي نية من جوجل عن سحب الدعم للجافا، فالجافا والكوتلين سيصبحون فقط خيار بينهم عندما تقوم بتطوير التطبيق للإندرويد. فأول ما تختار أن تعمل New Project ستجد اختيار بين الكوتلين والجافا. إذا لا توجد أي نية من جوجل لسحب الدعم من جافا، وكل تلك الإشاعات لا يوجد لها صحة. إذا أولا، ما هو الكوتلين؟ الكوتلين هي لغة برمجة موجودة من تقريبا 5 سنوات، أطلقتها شركة جيت برينز. جيت برينز هي الشركة التي أطلقت أيضا الأندرويد ستوديو، أطلقت الانتليجي، وأيضا العديد من منصات البرمجة الأخرى الشهيرة والجميلة جدا. إذا ستكون هذه الدورة حول الكوتلين فقط من دون الاندرويد. سنتعلم فيها كيف نقوم ببرمجة بتعامل مع الكوتلين، ببرمجة تطبيق كوتلين لوحده، ونتعلم السنتاكس الخاص بالكوتلين كي نستطيع استعماله في الاندرويد. لذلك ستكون هذه السلسلة عبارة على فيديوهات قصيرة. في كل فيديو نأخذ مثال صغير في الكوتلين ونرى كيف نقوم باستعماله، من استعمال ال variable في الكوتلين، من استعمال ال constant، إلى ال method وال class، إلى آخره من الاستعمالات في لغات البرمجة ومن التطبيقات والأمثلة التي يمكن نعملها في لغة برمجة. إذا أولا، بالنسبة للكوتلين كي نستطيع التعامل معه في حاسوبنا يجب أن نتوفر الحاسوب على الجيديكا محمل. الجيديكا هو الجافا ديفلوبر كيت، وهو إن كنت قد تعاملت على الجافا من قبل فلن تحمل أي شيء، لأن الكوتلين أيضا يعمل على الجي في ام، الجافا فيرتوال ماشين، أي المحاكي الوهمي للجافا. وإن كنت قد استعملت الجي في ام من قبل، إن كنت قد عملت على الجافا من قبل على حاسوبك، فلن تحمل أي شيء كي تعمل على الكوتلين. وإن لم تكن قد عملت على الجافا من قبل فيكفي أن تحمل الجي دي كي. يمكن فقط أن تذهب إلى جوجل وتكتب install GDK، وستجد هنا في الموقع الخاص بالأوراكل ستجد هنا ال GDK، ويمكن تحميله حسب النظام الذي تشتغل عليه. إن كنت تشتغل على نظام لينكس فستحمل من هنا النسخة الخاصة باللينكس، تضغط هنا accept، وهنا تضغط على النسخة الخاصة بك من اللينكس أو الديستريبيوشن الخاصة باللينكس. إن كنت تعمل على ماك او اس فستختار هذا، فستختار هنا بالنسبة للماك او اس تحمل هذا الجي دي كي، وبالنسبة لويندوز 86 ستختار هذه النسخة، وويندوز 64 تختار هذه النسخة، وفقط تحميل بسيط وسينصب الجي دي كي على حاسوب. إذا الآن إن كنا نريد أن نعمل على الكوتلين لوحده من دون الأندرويد، يمكن فقط أن نحمل واحد من هذه المنصات التطوير، منصات البرمجة. يمكن أن نختار هذا هنا الانتليجي ايديا أو الأندرويد ستوديو، فالأندرويد ستوديو من النسخة 3.0 أصبح من الأول يأتينا مع بلاجين يخولنا من تطوير التطبيقات الاندرويد باستعمال الكوتلين، اي انه اصبح يفهم السنتكس الخاص بالكوتلين. وهنا يجب فقط ان اشير الى انه ان كنت ستطور تطبيق اندرويد فهو يبقى يعمل بالجافا، يستطيع ان يعمل بالجافا والكوتلين مع بعض. فان كنت لا تعرف كيف تعمل شيء معين بالكوتلين فيمكن ان تعمله بالجافا وسيبقى الكود يشتغل الاثنين في نفس الوقت. لماذا؟ لان الاثنين يستعملون الجي في ام كمحاكي للتشغيل. وهنا ايضا لدينا الاكليبس، فالمنصة مشهورة الاكليبس، ايضا يمكن ان نضيف له بلاجين نحمله من الماركت بليس الخاص بالاكليبس.
وهنا يمكن أن نستعمله standalone compiler، أي أن نستعمله من الترمينال. الترمينال هنا مثلا يمكن أن يكون لدينا فايل خاص بالكوتلين، ومن هنا نكتب الكود الكومبايلر الخاص به. مثلا في الجافا لدينا الجافا سي، استطيع ان اعمل كومبايل من هنا من الترمينال. اذا من كل هذه المحاكيات يمكن ان اختار الانتل جي، لان الكوتلين موجود به من الاول وهو سهل جدا ومفهوم عندما تستعمله. ويمكن ايضا هنا لدينا اوبشن اخرى واختيار اخر واسمه تراي اونلاين، يمكن ان نقوم بتطوير هنا تطوير او عمل بعض الامثله لكوتلين هنا اونلاين. كأن هنا لدينا منصة تطوير في أونلاين لتتدرب على الكوتلين. هنا يقول لك أنك تشغل الكوتلين على الجافا، فالكوتلين أيضا موجود في الويب على جافا سكريبت. هنا لدينا هنا مثلا first project، أضغط هنا على run. هنا لدينا func أي method، الميثود هنا ليس لدينا الميثود بالنسبة للجافا نقول method، لكن هنا بالنسبة للكوتلين نقول function ونكتب قبل هنا fun. إذن سنتعرض إلى سنتاكس أكثر من بعد، يكفي هنا أن نجرب لنرى كيف يعمل كوتلين. إذن هنا print في الجافا كنا نكتب هكذا system.a.println ثم first project، وبالطبع كنا هنا نكتب نقطة وفاصل. هنا أضغط run، نجد هنا في الكونسول first project. إذن هذا هو الكوتلين عموما، وسنستعمله أكثر في الفيديوهات السابقة. ستكون فيديوهات قصيرة وأمثلة تطبيقية في كل مرة للكوتلين. إذا نلتقي في الفيديو التالي، لكن قبل أن تمر إلى الفيديو التالي لا تنسى الاشتراك بالقناة والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك كي تعم الفائدة.